كاسة بلاستيك فيها لبن عيران. نحكي لكم قصة أختم بها هذا الدرس من أجل بس أنه نتدرب كلنا نتدرب على هذا الورع وعلى أن تحاسب نفسك لما يكون في تقصير أو تتوقع أن يكون تقصير. بمجمع الشيخ أحمد كفتار عليه رحمة الله كان في دورات إساوية الجامع للأئمة والخطباء من البلاد غير الناطقين باللغة العربية. بفترة الصيف يستدعوا من دول العالم غير الناطقة باللغة العربية أئمة وخطباء أو ناس مؤهلون للإمامة والخطابة ويعملوا لهم دورة لمدة 100 يوم. فيجي رجال يعني من شيء 40-50 دولة يقعدوا هون 100 يوم آكلين شاربين نايمين إقامة ذهابا وإيابا. فهالدورة هي فيها دوام مدرسي من الصبح من الساعة 8 مثلاً للساعة 2 محاضرات متتابعة، بعدين في استراحة، بعدين من 5 إلى 8 كمان في برنامج تاني، إما ندوة فكرية يجيبوا مفكرين يجيبوا علماء، وإما زيارات لمناطق يعني في قلب البلد، وإما زيارة شيوخ وعلماء وهكذا. فأنا بتذكر مرة كلفوني في ندوة بعد الظهر بدي أنا أقدمها. مقدم الندوة هو الشيخ بشير الباني. الشيخ بشير الباني عليه رحمة الله توفاه الله تعالى، كان هو واحد من مؤسسين جامع بدر وأظن جامع أنس، مجموعة جوامع بهالمنطقة، بيته عند الجاحظ. الرجل صالح صالح صالح، وأنا أشبهه بمحمد بن سيرين في ورعه. بقى المحاضرة لإله وأنا محاور لإله. فجلسنا، البرنامج انه هو بيحكي لمده 3/4 ساعه، بعدين في استراحه ربع ساعه بيقدم فيها ضيافه، بعدين في اسئله واجوبه كمان شيء نصف ساعه، بعدين تنتهي المحاضره. فجلس الشيخ وتكلم وخلصت المحاضره تبعه. هلا في استراحه ربع ساعه، الحاضرين موجودين قالوا لهم تفضلوا في ضيافه، عاملين لهم مثل بوفيه هيك صغير، يعني هي الضيافه مره كاسه شاي، مره عصير، مره تبتوبه، مره شيء من بتيفور، مره شوكولاتاي. هلا لما اجوا قالوا لهم تفضلوا على الضيافه، راحوا على الضيافه، ما لقينا غير اخ من القائمين يعني جاب صينيه وجابها. كان الشيخ بشير الباني عمره شيء 90 سنه كان قاعد وانا قاعد جنبه، قام جاب لنا صينيه. طلعت الضيافه جايبين كاسه لبن عيران حاطينها بالكاسه البلاستيك ولبن عيران، هي يعني هلا الضيافه. قام اجى ضيف الشيخ وضيفني. الشيخ قال له هذا اللبن منين؟ هلا هي كاسه بلاستيك فيها لبن عيران، يعني شو هدول قديش بيساووا؟ قال له هذا اللبن منين؟ قال له هذا سيدنا نحن صنعناه في مطعم بالجامع، في مطعم كان في طلاب قسم داخلي بيطعمي كل يوم بيطعمي له 500 طالب فطور غدا عشاء فطور. قال له نحن بالمطعم صنعناه اللبن العيران وعم نضيفه للطلاب. قال له يعني هاد مال زكاة، أنا ما باكل مال زكاة، خذه. أم أنا قلت له للشيخ، قلت له سيدنا أنت اشربها وأنا هلأ بس أطلع بتبرع ب500 ليرة عن كاستك وكاستي. قال لي إيه إذا أنت بتتبرع أنا بشربها، بدك تدفع حقهم يعني هذول. قال لي طيب بشربها. والله شربها وأنا شربت كاستي وخلصت هالربع ساعة، ورجعوا هالطلاب عملوا أسئلة وأجوبة شي نص ساعة وخلصنا. هلأ انتهوا وإجوا سلموا على الشيخ ومضوا، والشيخ طلع. أم أنا وصلته هيك على باب الجامع، نزلته على الدرجات سيارته عند باب الجامع، وصلته على باب السيارة. والله يا أخوان هو عم بيسلم علي، قال لي دكتور لا تنسى تدفع ال500 ليرة. شايفين يا أخوان ورع هذا، يعني الكاسة حقها يمكن 5 ورقات سوري، بس في حساب أنه أنا وين شو عم يدخل علي وشو ما عم يدخل علي. هلا الشيخ بشير الباني الله مكرمه كثير الرؤيا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بس هي رؤية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مو ببلاش، بدك تدفع حقها. فواحدة من حقها الورع، الورع. والله قالوا لي بقى هو كان واحد كمان من مؤسسي جمعية الأنصار الخيرية، بقى بالجمعية لما بده يوقع ما ياخذ قلم الجمعية،
مع انه التوقيع لصالح الجمعيه يطلع قلمه وهيك ويوقع انه هذا مشان الحبر، هذا قلم الجمعيه، اموال صدقات واموال زكوات واموال، ليش انا اخذه؟ انا باخذ من قلمي هون وبوقع. وهكذا يا شباب، يعني ان يتدرب احدكم على الورع هذا شيء عالي جدا، وهذه سلعه عاليه جدا ونادره جدا وغاليه جدا. والله والله اذا بتتورع عن القرش الله بيعوضك مليون، واذا بتتورع عن الخطا الله بيعوضك من الخير مليون، لانك تتعامل مع رب العالمين. نسال الله عز وجل ان يجعلنا من اهل الصلاح، وان يجعلنا من اهل الورع، وان يجعلنا من اهل التقوى والاستقامه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.